صباحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في أول يوم من أيام هذا الأسبوع. صباح الابتسامة والتفاؤل، بقدر دعواتك للآخرين راح يكون لك نصيب من هذه الدعوة، فيا رب يرزقكم كل السعادة والتفاؤل وأكثر مما تتوقعون. وأولى فقراتنا اليوم راح نطلع مع مشاهد جميلة لهذا الوطن الغالي اللي كل المشاعر ما تقدر توفيه حقه. يا كريم العطايا طالبك يا كريم، تحفظ الدار بأمرك يا عليم النوايا، يا تميم المراجل شيخنا يا تميم، نافل بين جيلك في جميع البرايا. يا تميم المراجل شيخنا يا تميم، نافل الجولة الجميلة هذه في أرضنا الغالية قطر، راح ناخذكم في جولة في صحفنا المحلية. أولى جولتنا اليوم راح تكون مع صحيفة الشرق، وهذا الخبر: الأربعاء غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الأول من سبتمبر. أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعالى ستكون غرة شهر ذي الحجة لهذا العام فلكيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 الجاري، وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بدار التقويم القطري. وذكرت دكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري أن هلال شهر ذي الحجة لهذا العام سوف يولد يوم غد الاثنين يوم الرؤية، وذلك عند 19:31 ليلا بتوقيت الدوحة المحلي. ونقول طبعا لكم مشاهدينا كل عام وأنتم بخير مقدما، وراح تكون أول انطلاقة لهذا العيد إن شاء الله من برنامجنا في الضحى. وننتقل أيضا للخبر الثاني من جريدة الراية: تصحيح عيوب الإبصار بالليزر في المستشفى الكوبي. أكد مصدر طبي مسؤول بمؤسسة حمد الطبية أن المستشفى الكوبي هو الجهة الوحيدة بمؤسسة حمد الطبية التي تطبق تقنية تصحيح النظر بالليزر، مشيرا إلى أنه يتم علاج 3 حالات تقريبا في الأسبوع بمعدل 12 حالة شهريا. وقال المصدر أن هذه التقنية لا تصلح لجميع المرضى، ولا بد أن يكون عمر المريض أكبر من 18 عاما، لافتا إلى أن النتائج ممتازة والحمد لله، وجميع الحالات التي خضعت لها قد تحسنت قوة الإبصار لديهم واستطاعوا التخلي عن النظارة الطبية تماما. كما وأضاف المصدر أن هناك شروطا طبية يجب أن يتم التأكد من توافرها في المريض الذي يتم إجراء الجراحة له، منها أن يتم إجراء فحص القرنية لتحديد سماكتها، حيث أنها قد تكون ضعيفة أو قد تكون القرنية من النوع المخروطي، ومن ثم لا يصلح إجراء هذا النوع من العمليات. كل الشكر والتقدير طبعا للمؤسسة حمد الطبية التي تولي عناية دائما بصحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وهذا طبعا ليس بجديد على المؤسسة الرائدة في كافة الأصعدة الصحية. وننتقل الآن إلى هذا الخبر الثالث مع جريدة الوطن: مشاركة واسعة بكتارا للصيد والصقور. أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أن عدد المشاركات في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الذي سيتم تنظيمه في الفترة الممتدة من 20 وحتى 24 من سبتمبر المقبل قد تجاوز 100 مشاركة من قطر وخارجها حتى الآن. وأشار سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إلى تنوع المشاركات سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك من الكويت وإنجلترا وتركيا والسويد وإسبانيا وإيران والصين وبولندا وباكستان ولبنان وأمريكا وألمانيا والبيرو وجورجيا وكازاخستان وقرقيزيا والهند وغيرها من الدول، مؤكدا أن التسجيل ما زال مستمرا حتى نهاية يوم 20 من أغسطس الجاري. كل شكر إلى الحي الثقافي كتارا على هذه الفعاليات والأنشطة اللي غطت كل الفعاليات من أول السنة لين حتى فترة الصيف، واللي حاب يشارك التسجيل لا زال مفتوحا حتى 20 من أغسطس. وآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم في صحفنا المحلية من صحيفة العرب: صندوق الزكاة يستقبل طلبات المساعدة إلكترونيا. يستعد صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتفعيل خدمة استقبال طلبات المساعدة عن طريق موقع الصندوق الإلكتروني مع خاصية تحميل جميع المستندات المطلوبة، وذلك تسهيلا على جميع الحالات. وأكد الصندوق على ضرورة توفير المستندات التي تثبت استحقاقهم للمساعدة وتساهم في بيان الوضع الحقيقي لطالبي المساعدة. ويتكون طلب المساعدة الجديدة من استمارة طلب المساعدة والتي يتم تعبئتها من قبل مقدم الطلب، وهي تحتوي على بيانات خاصة بصاحب الطلب وأفراد أسرته ومن واقع المستندات الشخصية وبيان إجمالي الدخل والمصروفات والالتزامات. وتوضع الاستمارة في مغلف خاص مدون على غلافه المستندات المطلوبة من الحالة. كل الشكر والتقدير إلى صندوق الزكاة وإلى كل المؤسسات التي ترعى هذه الحالات الاجتماعية، واللي عنده مثل هذه الحالة يقدر يروح يتواصل مع صندوق الزكاة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم. والحين راح ننتقل مشاهدينا بعد انتهاء هذه الجولة الصباحية في صحفنا وجرائدنا المحلية، راح ننتقل مع هذه الفقرة المسجلة مع زميلي عمر الشمري وفقرة مركز قطر الاجتماعي للمكفوفين اللي ينظم ملتقى خاص بالكاتبة عاشة الكواري، تحدث عن تجربتها الأدبية في الكتابة وأهمية هذه الكتابة من خلال افتتاح لدار روزة للطباعة. نشوف هذه الفقرة، نرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متواجدين في مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين للتعرف على المحاضرة التي أطلقتها الأستاذة عاشة الكواري. طبعا للمزيد عن هذه المحاضرة وعن تفاصيلها ينضم لنا مدير مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين السيد فيصل محمد الكوهجي. تكلمنا عن أهم النقاط اللي جاءت في هذه المحاضرة، محاضرة الأستاذة عاشة الكواري، النقاط اللي تهمكم أنتم في المركز. طبعا هذه المحاضرة جاءت ختاما لأنشطة المركز الصيفية واللي انطلقت منذ 5 أسابيع تحت شعار في قطر الخير صيفنا غير. هدفنا من خلال هذه المحاضرة للتعريف أو تعريف منتسبي ومنتسبات المركز على الكتابة عن قرب من خلال طرح مجموعة من المحاور قامت بمناقشتها الفاضلة الأستاذة عاشة الكواري، من أبرزها مسيرتها الأدبية وأبرز المعوقات التي واجهتها، كذلك عملية تأسيس دار روزة للنشر ومدى أهمية هذه الدار في المجتمع القطري في الوقت الراهن، وكذلك كان المحور الأخير والمهم جدا للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في الدولة كيفية استفادة منتسبي المركز أو الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية من الكتب التي سوف تنشر عن طريق دار روزة للنشر. لابد أن نعرج على نقطة وهي صعوبة وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي لكتب متوافقة يستطيع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الاطلاع عليها. دار روزة للنشر تعهدت من خلال هذا اللقاء بالتعاون مع الكتاب الذين سيتبنونهم أن يقوموا بتقديم مجموعة من النسخ المتوافقة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، بحيث من الممكن أن يتكفل المركز بطباعة عدد من النسخ بطريقة برايل بحيث يسهل للمكفوفين القراءة. إضافة إلى ذلك عرجت الفاضلة الأستاذة عاشة الكواري للحديث حول الكتب المسموعة، وهي الكتب التي لا تستهدف فقط لأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية ولكن لمن يفضل السماع للكتب بدلا من قراءتها. إذا مشاهدينا كنا معكم في تقرير من مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين، واطلعنا على تفاصيل محاضرة الأستاذة عاشة الكواري. طبعا نتمنى كل التوفيق للأخوة في مركز قطر الثقافي والاجتماعي، ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. مع السلامة. رجعنا لكم مشاهدين. أولى فقرة من فقرات برنامجنا راح نغطي فيها اليوم مشروع باسم حفظ النعمة، والمشروع هذا اللي تبنته مؤسسة عيد الخيرية منذ 2008 لسد حاجة الفقير والمجتمع يخلو من الإسراف ويراعي طبعا الحالة الاستهلاكية. اليوم راح نستضيف السيد يوسف جاسم رئيس قسم المساعدات والأنشطة الاجتماعية بمؤسسة عيد الخيرية. تكلمنا عن هذا المشروع منذ انطلاقته وحتى الآن. صبحك الله بالخير أستاذ يوسف. الله يصبحكم بالخير والعافية ويصبح المشاهدين جميعا. صباح النور. انطلاقا من رؤية مؤسسة عيد الخيرية لمجتمع يخلو من الإسراف ويسد حاجة الفقير، شلون أنتم قدرتوا توظفون هذه الرؤية وتطلعون بمشروع حفظ النعمة منذ 2008؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. بداية نشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافة وعلى التوضيح للمشاهدين أكثر وأكثر لمشاريع قطر عامة والمؤسسات الخيرية خاصة. طبعا بدأت الفكرة من أحد المواطنين جزاه الله خير، قال يعني بدل ما تروح هذه النعم والأكل كذا وين يروح، ليش ما نسوي مشروع داخل أحد المؤسسات؟ وبالفعل تم انطلاق في 2008 مثل ما ذكرتي في مؤسسة عيد الخيرية تحت مسمى حفظ النعمة. جميل. يعني لأن إذا حفظناها الله يحفظنا، لأن شكرتم لأزيدنكم. فنبي نحفظ النعمة داخل الدوحة داخل قطر عموما إن شاء الله. وبدينا هذا المشروع بشيء بسيط، بباص واحد وبعاملين وكذا. نعم. وشوي شوي تطور الحمد لله. نعم. رب العالمين. نعم. المشروع هذا كان فيه مراحل مثل ما قلت، هي كانت بدت بفكرة. نعم. وأنتم طبقتوا هذه الفكرة على أرض الواقع. نبي نعرف ونعرف مشاهدينا إيش هي مراحل هذا المشروع. طبعا مراحله مثل ما ذكرت، بدينا بباص واحد وشوي شوي الناس ما شاء الله تعرفوا على هذا المشروع، بدأوا الناس يتصلون في هذا المشروع، توصلنا لغاية الآن 2017 ما شاء الله، يعني عدى 9 سنوات على هذا المشروع. العلم هذا المشروع الأول في قطر لحفظ النعمة أو بنك الطعام نسميه. الناس ما شاء الله تفاعلوا جدا مع هذا المشروع. الآن في خط ساخن لهذا المشروع، المؤسسات متساعدة، الفنادق، المطاعم، أي واحد عنده عزومة، عنده وليمة، عنده مناسبة، عرس، شيء عقبه يتصل أو قبله ينسق مع حفظ النعمة لهذا لجلب الطعام طبعاً وإحضاره للمركز. نعم. طبعا المشروع هذا لا يقتصر مثل ما قلت على المؤسسات، وأيضا يعني يشمل أيضا الأفراد إذا حد حاب يتصل. فنبي نعرف إحنا آلية التنفيذ شلون أنتم تاخذون هذا الطعام، يعني يبتدي من اتصال هذا الشخص الفرد أو المؤسسة أو صاحب العرس، شلون آلية التنفيذ؟ طبعا آلية التنفيذ تتم باتصال صاحب الشأن، صاحب العرس، المعرس أو أحد أقربائه في حفظ النعمة، وترتيب الأمر أنه والله عرسي بكرة مثلا الساعة 8، يا ليت تجونا الساعة 10 تقريبا، 10:30، هو موقت توقيت معين لين تنتهي طبعا الوليمة. نعم. ويحدد والله عندي مثلا العرس كبيرة بباص 2، يعني هو يحدد الكمية ونكون متواجدين أثناء العرس قبل ما ينتهي العرس بشوي. نعم. الطاقم كامل طبعا، بالإضافة طبعا التجار، الأفراد، غير هذه الأشياء أيضا يتصلون في حفظ النعمة ويجيبون أغراضهم. نعم. نعم. أنت قلت لي الحين أن في تجاوب ما شاء الله من المجتمع القطري، نبي نعرف ما مدى هذا التجاوب والاهتمام من أجل حفظ هذه النعمة والمشاركة مع مؤسسة عيد الخيرية في هذا المشروع. طبعا بفضل الله عز وجل الشعب الحمد لله واعي جدا، وحتى المقيمين جزاهم الله خير، يعني على ان هذه نعمه من نعم الله عز وجل، ومثل ما قال سيدي سمو الامير يعني لابد ان نحافظ على النعم اللي احنا فيها نطورها كذا. فمن حفظ النعمه علينا ان والله نشكر الله عز وجل، ما نسرف، اذا عندك شيء زايد سواء بضاعه، عيش، اكل، شيء جاف، اي شيء يعني تحس ان في احد يستفيد من بعدك ممكن ناخذه ونوزعه على الفقراء والمساكين والأسر المتعففة. كان في عندكم في شهر يوليو أيضا تغطية لتقريبا 2400 أسرة و14700 عامل. بالضبط. من العمال. تكلمنا عن هذا المشروع وشلون قدرتوا تغطون هذا العدد ما شاء الله. طبعا هذا المعدل الشهري بصراحة ذكرت الحين أنت بشهر 7 صحيح، بالفعل غطينا 2400 أسرة ما شاء الله من اللي مسجل في المركز الاجتماعي، اللي سواء أسر متعففة، سواء أسر اللي تاخذ كوبون شهري أو تاخذ مكافأة شهرية أو تاخذ مساعدات مقطوعة. هذه مسجلة عندنا، غطينا ما يقارب 2400، وهذا المعدل الشهري للأسر اللي نغطيها في الدوحة من وراء الباصات التسع التابعة لحفظ النعمة. بالإضافة إلى أن في أوقات معينة ما نقدر نوصل للأسر بصراحة، نظيرا للوقت شوي متأخر، يعني ساعة 12 ساعة 1 بالليل، وأنا نزلت معاهم بالباصات وشفت بعيني بصراحة المشروع ما شاء الله شلون يقوم بالشغلات هذه. نروح للمجمعات، يعني الأبراج، غير الأعمال الليلية اللي تقوم بالشوارع وغيره، يعني بصافرة واحدة من مدير الجروب ولا كذا اللي مدير العاملين في هذا المشروع نزل 1000 عامل تقريبا ما شاء الله ياخذون وجباتهم. طبعا الآلية تتم الله يبارك فيك ان ناخذ الأكل من العرس او من المناسبة او المكان، ناخذه لحفظ النعمة، يعاد ترتيبه ما يناسب للتوزيع، في اشياء ما تناسب توزيعها خلاص تكون صالح للأكل طبعا بالضبط. ايضا لكرامه العامل او غيره ان نعطيه شيء مناسب، شيء يعني العيش مثلا عليه قطعه لحم او قطعه دجاج يناسب انه يحس انه كانه الاكل جديد، يعني مهتمين في الشكل اكيد بالضبط. نعم الشكل والصحه اهم شيء، لان كل العاملين في حفظ النعمه معاهم شهادات صحيه طبعا وقفازات ومستخدمين الكمامات، الامور طيبه الحمد لله رب العالمين. نعم يتم تعبئه هذه الاطعمه في اشكال محفوظه طبعا بالضبط بحيث ان تكون مناسبه للتوزيع. تقول لي ان الاشراف طبعا معروف ان في مشرفين صحيين طبعا على هذه الاطعمه. نعم. هل الاطعمه بس تكون ماكولات ولا ممكن تكون اشياء ثانيه مثل ما قلت في اشياء جافه ممكن يحبون يتبرعون فيها الافراد؟ لا طبعا الاكل متنوع، اي نوع اكل واي نوع شراب، لكن المهم يكون تاريخه صالح. هذه أهم نقطة، أنه يكون تاريخه صالح. طبعاً القياسات عندنا حتى قياسات درجات الحرارة للأكل. جميل. العيش ينحط بشجور معينة، اللحم بشجور معينة، ستيل، الدجاج نفس الشيء. فما نوزع حتى العلب مرخصة من وزارة الصحة، العلب البلاستيكية هذه. نعم. اللي هي مقاومة للحرارة وكذا، لما نحط العيش الحار وكذا فيها ما تأثر يعني على صحة العامل أو المستفيد أو الأسرة. فالآلية المستخدمة يعني درجة من أخذ الأكل لإعادة صياغته لتوزيعه على العمال والمستفيدين. جميل. وسمعنا أيضا أن في كثير من أصحاب المزارع والمنتجات الزراعية تبرعوا بأطنان من المزروعات، كان فواكه وخضار، تكلمنا عن هذا أيضا الموضوع. طبعا بداية أنا أشكر بصراحة المزارعين وأصحاب العزة وأصحاب وجه لهم تحية. نعم تحية بصراحة. ولا أنسى أني أشكر أيضاً وزارة البلدية والبيئة ممثلة في شبرة الخضار، أيضاً تساعدنا في هذا الأمر، يعني قبل ما تتلف الشغلة قبل الظهر يدقون علينا تعالوا خذوا الفائض من الأكل، نستلم أي شيء سواء خضار فواكه، طالما مثل ما قلت لك أنه صالح مو بتالف، لأن السيارات مجهزة مصفحات داخلية بحيث تمنع البرودة أو الحرارة الزايدة على الأكل أنه يتلف. نعم. نعم. هذه التعاون بين مؤسسة عيد الخيرية وغيرها من المؤسسات، إيش أثمر من أهداف؟ طبعا أثمر بصراحة بفضل الله عز وجل يعني تواصلنا حتى مع وزارة التربية على طلابنا وعلى طالباتنا، نبي نوصل رؤية وهدف هذا المشروع أن ما نبي إسراف داخل قطر. نعم. نبي نحفظ النعمة، إن كان في شيء زايد نقول نوزعه، لكن إحنا هدفنا الوصول إن ما نبي إسراف في الأكل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. شلون ننقل مثل ما قلت إحنا نبي ننقل هذه القيمة، قيمة حفظ النعمة، ننقلها إلى أطفالنا وطلابنا من خلال مناهج وزارة التعليم والتعليم العالي، نوجه لهم تحية طبعا وشكر. نعم. على مشاركتهم وتعاونهم معاكم. شلون نقدر إحنا كأسر وأم وأب وأيضا معلمين ننقل هذه القيمة لطلابنا؟ طبعا احنا بزياراتنا خلال الفترة الماضية بصراحة 9 سنوات الماضية للمدارس، وانا اشكر كل ادارات المدارس اللي عاونونا وساعدونا بصراحة لفتح ابوابهم وصالاتهم وتجمع طلابهم، حتى وصلنا لرياض الاطفال نشرح عن حفظ النعمة، وخلينا الطفل نفسه والطفلة هي اللي تشرح عن حفظ النعمة، مو احنا اللي شرحنا عنه. احنا جداً. عرضنا افلام صحيح وسوينا اشياء معينة امامهم، لكن خلينا الطفل نفسه يتكلم. نبي نوصل إذا عندك حفلة، عندك مناسبة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الأربع. فإذا أنت عندك حفلة ولا شيء وعازمة 50 وحدة ما له داعي تسوين أكل حق 100 وحدة 200 وحدة. الكرم صح مطلوب لكن بدون إسراف. هذه الرؤية أو الهدف السامي اللي بنوصل له أن ما نبي إسراف في الطعام، وهذا اللي وصلنا له خلال المراحل الدراسية اللي زرناها. طبعا من خلال حفظ النعمة المشروع هذا اللي قامت فيه مؤسسة عيد الخيرية، حاولتوا أنتم من خلالها أنكم ترسمون البسمة على كل محتاج موجود في قطر. شلون قدرتوا أنتم من خلال 9 باصات بس توصلون إلى ما شاء الله إلى مناطق بعيدة ونائية في أرجاء قطر؟ والله وصلنا الحمد لله يعني للشمال، للجنوب، للعزب، وصلنا للعمال، أماكن تجمعهم، أماكن سكنهم، حتى أماكن عملهم مثل ما قلت لك الأبراج ولا الشوارع الليلية اللي يشتغلون. وأيضا فرصة بصراحة نشكر جميع عمالنا اللي يشتغلون في نهضة دولتنا الحبيبة، الله يعطيهم العافية. نعم صحيح. فبالفعل وصلت البسمة يعني أنه هو تعبان ومنهك وتوصل له وجبة أو غرشة ماء وغرشة عصير بهالليل بهالكذا، اللي هو حاط الصفرطاس حدا يعني ينطر متى ياكل، لكن تجي له وجبة جاهزة مجهزة، أحيانا قد تكون ساخنة أيضا. بالفعل نعم، هو الهدف أن الأكل ما يبات، يعني بالذات الأكل الطازج نقول ما نخليه يبات في حفظ النعمة. الأكل اللي يبات في حفظ النعمة المجفف، العيش، السكر، المعلبات كذا. نعم. أما العيش الوجبات الطازجة اللي هي الولائم وكذا توزع بنفس الليلة. نعم. حفظ النعمة أكيد يشدون حيلهم أو تصير جهودهم مكثفة بالذات في أشهر مثل شهر رمضان وفي الأعياد. تكلمنا شلون آلية العمل في هذه المواسم؟ والله الحمد لله يعني هو الجهد بصراحة متواصل. طبعا حفظ النعمة على مدار 24 ساعة شغال للعلم يعني، والخط الساخن أيضا موجود شو اسمه، لكن آليته وباصاته متوافرة رغم العدد البسيط. يعني الحين يمثل حفظ النعمة نقولها بصراحة 25 واحد من الكادر الوظيفي عندنا، و9 باصات فقط، يعني مو ملاحقين بصراحه يعني. ويعذرون المشاهدين والناس اللي يسمعون الان، تجينا مرات اتصالات ما نقدر نلبيها صراحه لان ضيق المكان، عدم يعني سعه، ما عندي الا 9 باصات يعني. اكيد. نعم. ونتمنى ان شاء الله يزيدون ان شاء الله في المستقبل باذن الله عز وجل عبر تلفزيونكم الكريم هذا. ان شاء الله المشاهدين يسمعون. وهذا البرنامج اقول برنامج دولتنا الحبيبة، برنامج يعني ليس برنامج مؤسسة عيد الخيرية، هو برنامج قطر كاملة بصراحة. أكيد. لأن حفظ النعمة يعني معناها للجميع إن شاء الله. مثل ما أنتم رسمتوا البسمة على وجوه كل الناس المحتاجين والفقراء، نبيك توجه الحين كلمة ورسالة إلى المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حول برنامج مشروع حفظ النعمة. طبعا رسالتي أنا أوجه أول شيء الشكر جميع المتبرعين والمتبرعات أيضا اللي يقومون بتغطية هذا المشروع. والمشروع بصراحة مو بكافي لتغطية كافة مناطق دولتنا الحبيبة. هناك مناسبات كثيرة، هناك فنادق عندها أيضا فائض، لكن ما عندي باصات صراحة، ومعلش أعلنها على الهواء الآن. يعني اللي يجد في نفسه يساعدنا في هذا المشروع لتوسعته أكثر، لأنه مشروع خيري تام جدا. أكيد. نبي ناخذ الأكل من الفائض ونوزعه على يعني 2 هم رسمنا لهم البسمة، اللي تبرع وجد بنفسه البسمة إنه ما قطيت الأكل. أكيد. والمستفيد العامل أيضاً. نعم والإحسان. نعم. والعامل أو الأسرة وجدت لها الأكل. ومثل ما ذكرتي قبل شوي يعني حتى برمضان والمناسبات هذه في إفطار الأسر المتعففة يعني يوصلهم الأكل جاهز لين بيوتهم، ما يحتاجون لا يطبخون شيء لأن ما عندهم سعة لهذا الأمر. جميل جدا. السيد يوسف جاسم رئيس قسم المساعدات والأنشطة مؤسسة عيد الخيرية، كل شكر والتقدير لك على تواجدك معنا في برنامج اليوم. شكرا. شكرا لكم. شكرا. ومشاهدينا مثل ما شفنا من برنامج مشروع حفظ النعمة اللي تشرف عليه مؤسسة عيد الخيرية، أكيد هذا المشروع موجه للجميع ومن أجل سد حاجة الفقير ولمجتمع لديه ثقافة استهلاكية إيجابية. والحين نخليكم مع هذه الفقرة والتقرير التالي عن أنشطة مركز شباب نرجع مرة ثانية إلى البورصة مع زميلتي روان إسماعيل ونشوف بورصة قطر اليوم معها. إليك روان. شكرا لك شيخة. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على أداء مؤشر بورصة قطر في افتتاحية هذا الأسبوع جلسة الأحد. الجلسة نوعا ما لحد الآن هادئة، نحن في المنطقة الحمراء لكن بفارق بسيط أقل من 20 نقطة عن إغلاقات جلسة يوم الخميس. لدينا عدد من الأسهم تقدم أداء إيجابي حتى هذه اللحظة، وإذا ما تحدثنا عن أحجام وقيم التداولات التي يسجلها المؤشر حاليا فنحن نتحدث عن أرقام تتراوح بين 18 مليون و800 ألف ريال للقيام، والأحجام أكثر من 1,125,000 سهم يتم التداول عليها حتى اللحظة. هذه الأرقام تعد نوعا ما جيدة خاصة مع التدني الذي رأيناه في أحجام وقيم التداولات التي سجلت يوم الخميس الماضي. فقط للتذكير كانت آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء ب 9106 نقاط، نحن حاليا عند مستويات 9088 نقطة. لدينا 10 شركات في المنطقة الخضراء لهذا اليوم. لكن اسمحوا لي أريد أيضا أن أعود إلى جلسة الخميس، كنا قد سجلنا 123 مليون ريال كقيمة إجمالية للتداولات، وهي واحدة من أدنى الجلسات من ناحية قيم التداولات خلال شهر أغسطس الحالي. الحقيقة أنه يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأسبوع الماضي سواء محليا أو إقليميا أو عالميا، الأسبوع كان حافل بعدد كبير من الأحداث أولا، ثم المؤثرات، هذه المؤثرات أو الضغوطات التي تركت تأثير واضح وبصمة واضحة على أداء الأسواق في قارات العالم، آسيا وأوروبا وأمريكا والولايات المتحدة تحديدا تعرضت لكثير من الضغوطات على مدار الأسبوع الماضي، بعضها أمني بعضها سياسي، لكن الأثر على أسواق الأسهم خاصة في جلسات نهاية الأسبوع كان واضح ومؤثر، وشهدنا تراجعات قوية في بعض هذه الأسواق لم نشهدها بعضها ربما حتى من بداية العام الحالي. في إقليميا الأسواق في المنطقة في الغالب تلونت باللون الأحمر، ونحن محليا في مؤشر بورصة قطر انتهى الأسبوع الماضي بمحصلة على تراجع. الأبرز كان عدد من الأخبار التي نود أن نتابعها، طبعا أنهينا موسم النتائج المالية، من المفترض أن يعود الهدوء أو الأداء المتتابع للمؤشر. معروف أن فترة النتائج المالية إيجابية كانت أو سلبية هي فترة تذبذب أو عدم استقرار لأي مؤشر، ومن بينها مؤشر بورصة قطر رأينا كثيرا هذا التقلب سواء على مستوى سهم إلى سهم أو على مستوى قطاعات أو على مستوى أو حتى على مستوى يعني المؤشر ككل، كان هذا التذبذب واضح خلال الأسابيع القليلة الماضية. الآن مع انتهاء هذه الإعلانات من المفترض أن يعود للمؤشر أداء نوعا ما متتابع إيجابا وسلبا، ويكون لهذه الارتفاعات والتراجعات قواعد وقمم واضحة ويمكن متابعتها. طبعا التحليل الفني الأسبوع الماضي كان نوعا ما قد أشار إلى تراجعات للمؤشر، وخاصة إذا ما بلغ مستويات الدعم عند 9000 و 9030 نقطة، ورأيناه عاد وارتد فوقها مجددا. اليوم سنتابع أداء المؤشر كيف سيتجه وإلى أي مسار سيأخذ، خاصة أننا لازلنا حتى هذه اللحظة نتحدث عن منطقة تراوح لهذه الجلسة. التراجعات محدودة، أداء الأسهم نوعا ما إيجابي، وعدد الأسهم ما بين ارتفاعات وتراجعات هو عدد متقارب جدا. إذا ما أردنا أن نتحدث أيضا عن أداء القطاعات لهذا اليوم، فيما يبدو أننا لدينا تراجعات في 4 قطاعات أو 5 قطاعات. الأبرز حتى هذه اللحظة هو تراجعات قطاع الصناعي، نتحدث عن أكثر من 14 النقطة المئوية، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية ب0.5% أو أكثر قليلا. حقيقة كان هناك عدد من الأخبار المتعلقة بالقطاع البنكي، أيضا أبرزها كان الإعلان عن موجودات البنوك القطرية خلال شهر يوليو، والتي أظهرت ارتفاع في الميزانية المجمعة أو في الموجودات للبنوك القطرية لمليار و324 مليون ريال، يعني الارتفاع يقدر بأكثر من 18 مليون ريال أو مليار ريال، حتى قريب الرقم قريب من 19 مليار ريال. هذا يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري. قطاع البنوك هو مؤشر هام جدا على قوة أي اقتصاد، وهذه الارتفاعات التي شاهدناها في شهر يوليو رغم كل الظروف المحيطة بنا هي ارتفاعات إيجابية جدا للمؤشر. رأينا كذلك في خبر آخر أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو أيضا خبر إيجابي عن المستهلك القطري، حيث تراجعت معدلات التضخم، ونحن لازلنا نتحدث هنا عن شهر يوليو الشهر الماضي. هذه المعدلات السنوية قد تراجعت أو بشكل سنوي تراجعت إلى 20 النقطة فقط، مقارنة ب 18 نقطة كانت قد سجلت بشهر السابق له، نتحدث عن يونيو، ثم 21 النقطة كانت قد سجلت في يناير. إذا نستطيع أن نرى الفارق الواضح لمعدلات التضخم المسجلة في الدولة، وربما هذا ما يقودنا إلى الأنماط الاستهلاكية وكذلك الخطط التي وضعت لتعديل بعض الأنماط الاستهلاكية وتفعيلها وتوجيهها أكثر نحو الإيجابية، وهو ما يؤكد على نجاح هذه الخطط بتوجه معدلات التضخم إلى تراجعات جيدة بهذا الشكل. طبعا للتذكير فقط على معدل سنوي، نحن نتحدث عن تسجيل معدلات بحدود 1.18 النقطة المئوية للتضخم بنهاية العام الماضي 2016. إذا ما عدنا إلى المؤشر، أيضا كان لدينا عدد من الأخبار المتعلقة ببورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها إدراج سهم جديد للمرة الأولى في أكثر من عام، نعود ونشهد إدراج جديد للمؤشر. هذه أيضا نقطة إيجابية وتحدثنا عنها سابقا، هو موعد الموعد الذي حدد لهذا الإدراج وهو مجددا، ما يقودنا إلى خطط وحديث الذي دار خلال هذا الإدراج عن إدراجات جديدة ستشهدها البورصة القطرية في الفترة المقبلة. لعل الأبرز كان عن إدراج شركة وصندوقين استثماريين. إذا جلسة الأحد لا تزال حتى هذه اللحظة في المنطقة الحمراء، لكن بفارق بسيط، نتحدث عن تراجعات طفيفة مقابل إغلاقات جلسة الخميس الماضي. مستويات أحجام وقيم التداول تبدو حتى الآن أفضل مما شاهدناه في آخر جلسة، ولكننا سنظل نتابع أداء الأسهم وكذلك القطاعات لنرى كيف سينهي المؤشر أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع. هذا الأسبوع المفترض أن يكون الأسبوع الرابع من التداولات في شهر أغسطس الحالي. هذا كل ما لدينا. مجددا نعود إلى زميلة شيخة في استوديو في الضحى. بالتأكيد لدينا العديد من الفقرات لنتابعها هناك، فإلى هناك مع الزملاء في الاستوديو. تفضلي شيخة. شكرا لك زميلة روان اسماعيل من بورصة قطر على هذه المعلومات الوافية ولتفاصيل أوفى. راح تكون معاكم مرة ثانية مشاهدين في الساعة 1 لبورصة قطر. والحين راح ننتقل معاكم بعد البورصة إلى هذه الفقرة والتقرير من أنشطة مركز شباب المقرن. نشوف هذه الأنشطة والفعاليات اللي في المركز ونرجع لكم بعد الفاصل. مركز شباب المقرن يعتبر من أحد مراكز شباب الدوحة. عندنا وايد مراكز شبابية في الدوحة وهاي من ضمنها. مركز شباب المقرن يقع في الشمال، وكذلك يتضمن جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج اللي يحتاجها شبابنا وفي جيلنا الحالي، من سواء الرماية، السباحة، كرة القدم، كرة الطائرة. برامج تتنوع أيضا من ناحية المواسم، سواء موسم الصيف، موسم الدراسة. موسم الصيف عندنا رحلات خارجية كالبحر مثلا، منها الصيد، الحداق، ومواسم الأخرى مثلا شتوية تكون عندنا صيد الطيور وغيرها. كذلك من الأنشطة والبرامج اللي عندنا البرامج والألعاب الاجتماعية التي نقيمها عندنا في المركز، من لعبة البلياردو، تنس الطاولة، البيفوت، البلاي ستيشن. أنا مشترك في مركز شباب مقرن، عندنا أنشطة مختلفة، الرماية والسباحة وغيرها، مثل ما شفت البليارد. ويعني أتمنى كل شاب يكون يشترك في المراكز الشباب، ويعني هاي شيء مفيد له، فيها دورات وأشياء مختلفة، والإدارة ما شاء الله ما مقصرة معانا، موفر لنا كل شيء. مركز شباب المقرن موفر لنا كل حاجة، من البلياردو، من تنس، من بيبي فوت، من صالة الجيم، وضيع تضيع الوقت هنا أحسن. الأنشطة اللي احنا بنهتم بيها هنا داخل المركز، في هنا مراحل. الأول مراحل إعدادية ومراحل ثانوية. المراحل الإعدادية طبعا بتبدأ من السن 9 سنين أو 8 سنين لحد سن 13 سنة، والثانوي برضو المرحلة الثانوية من 14 طالع لفوق. والمرحلة بقى كل قسم ليه لوحده، الإعدادي ليه مكانه والثانوي ليه مكانه. أمارس الأنشطة اللي في المركز لعب البلاي ستيشن والسباحة والرماية، وفي الأسبوع مرتين أجي المركز. أوجه نصيحة لكل الشباب يجون المركز يستفيدون مهارات عقلية. أنا أجي مركز شباب وقار كل يوم وتعلمت أشياء واجد، ومنها بلياردو وسوني وتنس وبيبي فوت ونروح البحر وهاي وش اسمه، وأتعرف على ربع جدد. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، ومثل ما عودناكم قلنا لكم راح نغطي كل الفعاليات والأنشطة الموجودة في بلادنا الغالي قطر. راح ناخذكم الحين في نقل من جامعة حمد بن خليفة لاستقبال العام الدراسي من خلال استقبال 150 طالب مع زميلي عمر الجميلي. نشوف هذا النقل ونقول صبحك الله بالخير عمر. يصبحك بالنور والسرور، ونصبح على مشاهدينا الكرام. متواجدين في المدينة التعليمية وتحديدا لتغطية فعاليات اللقاء التعريفي لجامعة حمد بن خليفة هذا العام. راح نتعرف أكثر على تفاصيل هذا اللقاء مع الأستاذة مريم المناعي نائب الرئيس لشؤون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة. صباحك الله بالخير أستاذة مريم. وعليكم السلام، حياكم الله، ونحب نرحب بتلفزيون قطر في جامعة حمد بن خليفة في اليوم المميز إن شاء الله، وحياكم الله. الله يحييك. طبعا اولا ما شاء الله يعني في هذه الدفعه تم استقطاب عدد كبير من الطلاب، ودنا نعرف عدد الطلاب اللي تم استقطابهم في هذه الدفعه في جامعه حمد بن خليفه. طبعا هذه السنه العام الاكاديمي 2017-2018 ما يميزه عن الاعوام السابقه منذ انشاء جامعه حمد بن خليفه هو الدفعه، عدد طلاب الدفعه في هذا العام، بحيث ان عددهم 255 طالب من 45 دوله. الحمد لله طلاب جميعهم سجلوا لدينا هذا العام وتم حضورهم. ايضا عدد الطلاب الذكور في عندنا 110 من طلاب الذكور، ومن الاناث 140 طالب. طبعا حرصنا اليوم راح يكون اليوم التعريفي اليوم ابتداء من الساعة 10:30 حتى الساعة 3 مساء، ليكون للطلاب يكونون فكرة عامة عن احتياجاتهم في الجامعة وعن البرامج الأخرى التي يستطيعون الالتحاق بها، وبالجامعات الشريكة التي يستطيع الطالب التسجيل فيها أيضا لبعض المواد التي يختارها في مجال التعليم. ما شاء الله عدد كبير. وتحديدا اليوم شنو أبرز الفعاليات اللي راح يقومون فيها الطلبة الجدد في الجامعة؟ طبعا اليوم راح يتعرفون على البرامج. طبعا جامعة حمد بن خليفة أحب أنوه أن هي تطرح 17 برنامج في العلوم والصحة، البيئة، للدراسات الإنسانية والاجتماعية، كذلك في القانون وفي علوم الهندسة والتكنولوجيا الحديثة. سيتعرفون على البرامج بحيث أن الطالب في السنة أو في السمستر الأول يستطيع الطالب أن يختار اختيارهم المواد الآن، تسجيلهم المواد، التعرف على محاضراتهم، التعرف بالأساتذة في الجامعة، التعرف على مراكز البحوث التي يستطيعون أن يقدموا بحوثهم فيها. سيكون برامج متنوعة إن شاء الله تفيدهم في التكنولوجيا، القاعات، كل ما يخص الطالب من المرافق. كما ترون أنتم حولنا إن شاء الله خلال اليوم هذا راح يكون للطالب فرصة ليكون فكرة عامة عن الجامعة التي تم الالتحاق بها اليوم بإذن الله. باذن الله تعالى. لو رجعنا شوي ورا، شنو اهم المعايير اللي تقدم للطلبه او يتم قبول الطلبه على اساسها؟ طبعا الطالب عندنا في هناك، يعني طلبتنا الحمد لله هم نخبة نعتبرهم، نحن لا نميز أحد عن أحد، ولكن هناك فروق فردية، فليس كل طالب يستطيع الالتحاق بالجامعة، وإنما مثلا الجي بي اي اللي هو معدل الطالب لابد أن يكون 3.4، يعني معدل عالي جدا. إذا كل طالب موجود في جامعة حمد بن خليفة هم من الطلبة المتميزين، لابد أن يعني نذكر تميزهم حتى يستطيعون ليس فقط الالتحاق بالجامعة، ما يهمنا هو أن يستكمل الطالب، يكمل الطالب مرحلته الجامعية حتى التخرج، وليس ينسحب من بداية مثلا العام الفصل الأول حيث أنه لا يستطيع استكمال الدراسة. هذا ما نحرص عليه من خلال اختيارنا للطلبة. أيضا الطلبة القطريين في هذا العام لهم عدد كبير الحمد لله. هذا ما يعي ان احنا ليس ما يميز جامعة حمد بن خليفة، وانما ما يميز الوعي الذي اصبح لدينا، الوعي باستكمال الدراسات العليا، وان يكون لديه شهادات وكفاءات وخبرات يستطيع ان يضعها او يلبي احتياجات المجتمع المحلي. هناك معايير ايضا قبل طرحنا لاي برامج من البرامج المطروحة جامعة حمد بن خليفة يتم ذلك بعد دراسة أساسية لاحتياج الدولة والسوق المحلية لهذه البرامج، من خلال أيضا التعاون مع وزارة التنمية واحتياجات السوق المحلية ليتمكن العاملين. يعني كل طالب ملتحق بجامعة حمد بن خليفة هو أصلا موظف، هذا الموظف الخبرات التي سيحصل عليها من دراسته في جامعة حمد بن خليفة في هذه المجالات الأساسية سيوظف هذه الخبرات في مجال عمله. هذا ما نقوم احنا به، لأن احنا أساسي شرط أساسي عندنا أن يكون الطالب قائد في المستقبل. يعني احنا ننوه أن احنا نبني قيادات مستقبلية من خلال البرامج اللي تطرحها جامعة حمد بن خليفة واحتياج السوق المحلي واحتياجات المنطقة. احنا عندنا طلاب من 45 دولة، يعني ما ننظر فقط أن نعم الطلبة القطريين وطلبتنا وين بيكونون، بس بعد أيضا الطلبة الغير قطريين أيضا هم عاملين في دولة قطر أو سيعملون في دولة قطر في المستقبل. لذلك نحرص أن يكون بنائهم لقيادة القيادة المستقبلية إن شاء الله في دولة قطر إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا تكلمنا عن المستقبل للطلبة اللي راغبين يلتحقون في جامعة حمد بن خليفة، يعني متى تتاح لهم هذه الفرصة بالتسجيل والقبول في جامعة حمد بن خليفة؟ من شهر سبتمبر حتى من شهر سبتمبر 2017 إلى نقول شهر يناير 2018 يستطيع الطالب التسجيل، أو لين شهر مارس. هناك يعني التحاق الطالب، يعني احنا نحرص على ان يكون فرصه لهم للتسجيل سواء بالدوره الاولى او الدوره الثانيه، لان نعلم ان بعض طلبتنا موظفين، بعضهم في الخارج، بعضهم لديه التزامات. احب انوه ايضا، وهذا شيء ضروري للمجتمع القطري يعرف، ان وجميع الحكومات والمؤسسات الحكوميه والوزارات في دوله قطر، أن يكون لهم يعني يشاركون أو يساهمون في ابتعاث موظفينهم إلى جامعة حمد بن خليفة لاستكمال دراستهم، لأن الدراسة عندنا جامعة حمد بن خليفة لا تتعارض مع العمل. يعني الموظف يستطيع أن يأتي للدراسة، ابتداء الدراسة عندنا من الساعة 4 عصرا، لذلك لا يتعارض مع عمله في الفترة الصباحية، أو أن يكون يعني يعطونا فرصة للدراسة إذا كان الطالب حصل على قبول، وحسب احتياج أيضا الموقع العمل له أن يكون حاصل على دراسة عليا في هذا المجال. نتمنى طبعا التوفيق لكل الطلبة في هذا اللقاء التعريفي وفي دراستهم خلال جامعة حمد بن خليفة. أستاذة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، شاكرين لك على هذه المعلومات الوافية. مشاهدينا الكرام من المدينة التعليمية، وتحديدا من اللقاء التعريفي لجامعة حمد بن خليفة، نرجع لكم إلى الاستديو. نشكرك زميلي عمر الجميلي على هذا النقل من جامعة حمد بن خليفة، ونشكر ضيفتك أيضا نائب رئيس شؤون طلاب الأستاذة مريم المناعي، ونتمنى التوفيق لكل طلابنا في العام الدراسي الجديد. ننتقل الآن مشاهدينا مع هذه الفقرة الثانية بعد هذا النقل، راح نتكلم فيها أيضا عن تأهيل مجموعة من الشباب القطري اللي يتجاوز عدد 65 شاب. هذه الفعالية التي أقامتها أو تحت رعاية برعاية وزارة الثقافة والرياضة. راح نلتقي اليوم مع الدكتور عيسى الحر رئيس قسم الأنشطة بوزارة الثقافة والرياضة، يتكلمنا عن هذه الخطة التأهيلية لل 65 شاب قطري. حياك الله، صبحك الله بالخير دكتور. الله يحييكم إن شاء الله، وأشكركم على الاستضافة والتغطية المميزة للمراكز الشبابية. أكيد، وإحنا طبعا هاي دورنا كإعلاميين. نبي نتكلم عن الخطة اللي أخذتها وارتعتها وزارة الثقافة والرياضة، خطة تأهيل 65 شاب قطري من خلال أبرز الأنشطة والفعاليات للوزارة هذا العام. تكلمنا عن هذه الخطة. طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الخطة ما بدأت من اليوم، بدأت تقريبا من 2015. عبارة عن برامج متسلسلة سنويا تكرر، عبارة عن رواد العمل الشبابي أو مبادرة رواد العمل الشبابي. خلصنا منها الإصدار الأول والثاني، وإن شاء الله على شهر 10 بتكون الإصدار الثالث لها. وفي كل مبادرة من هالمبادرات تقوم الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات مثل جامعة قطر ومركز بعض المراكز المتخصصة في استبيانات ودراسة الوضع الحالي للشباب. إيش المجال اللي الشباب يحتاجون دعم فيه؟ إيش المجال اللي ما زال شبابنا مش متمكنين منه والوزارة تبدأ بتطويره أو تعزيزه في 2015 طلع عندنا المتطلب الأساسي كانوا الشباب يطالبون فيه مدربين قطريين. ولذلك كانت المبادرة الأولى مبادرة رواد العمل الشبابي الأول، خلق شباب 20 شاب وفتاة وبنين وذكور من المدربين. والحمد لله رب العالمين تقريبا من 40 طلع 20 شاب وشابة، بحيث أنهم ينزلون الميدان يدربون ويأخذون خبرات ويجهزون جيل ثاني لهم. يعني نفس المبادرة هي اللي بتخلق مساعدين مدربين، وبعد ذلك الوزارة تأخذهم وتهيئهم مرة ثانية للتدريب. 2016 كانت المبادرات قيادات شبابية تديرها المؤسسات، المراكز الشبابية والجمعيات والمؤسسات الشبابية بمختلفها. كان ما عندنا قياديين متمكنين، تعرفين الإدارة مش بس مهارات، يحتاج بعض المعلومات في المالية، يحتاج بعض المعلومات في الإدارة نفسها، احتضان الشباب، كيف يغير في الشباب، كيف يحتويهم. فطرحت مبادرة رواد العمل الشبابي 2 واللي هي قيادات شبابية، تهيئة الشباب للقيادات المؤسسات الشبابية. وطلع عندنا تقريبا 40 خريج، 20 بنات و20 ذكور. وأيضا حاليا نزلوا الميدان، منهم مشرفين أنشطة، منهم نواب للمراكز، ومنهم مسكوا مباشرة مراكز شبابية. إن شاء الله الإصدار الثالث من المبادرة اللي بيطرح حالياً، إحنا شغالين في الاستبيانات، بس يبدو لي أن معظم التركيز الآن على مدراء مشاريع شبابية. نعم. مدراء مشاريع شبابية أنه يأخذ البروجكت أو المشروع من فكرة على ورق ويبدأ هو يحط كل التفاصيل لغاية ما يسلم الوزارة أو يسلم المجتمع حاجة ملموسة أمام عين الجميع، قابل للتطبيق. قابل للتطبيق. نعم. وبالتالي الوزارة تقوم عملية تمكين الشباب في هذه المجالات. يعني الآن احنا لما يطلع مثلا مدير مؤسسة شبابية تم تأهيله ماليا وإداريا، أعطينا مثلا دورة تطوير الذات، دورة احتواء الآخرين وإدارتهم، دورة إدارة المؤسسات الشبابية. مفروض منه خلال سنة إن شاء الله يكون عنده مساعد نائب له. جميل جدا. والمدرب يكون عنده مساعد مدرب له، وبالتالي بعد سنتين المفروض من الوزارة تبدأ تأخذ هالمساعدين، وما تبدأ من الصفر مثل المبادرة الأولى، تبدأ من مكان المهارات اللي اكتسبها من خريج هذه المبادرات. جميل. فكأن الجيل الجديد إن شاء الله من الشباب هو اللي يؤهل الشباب مثله، هو اللي يوصل لهم المعلومة، يعطيهم الخبرات بصورة مدرجة وعملية في الميدان، ما يحتاج قاعد في قاعات تدريب فقط، لا، ميدانيا يأخذ هذه المهارات. جميل جدا. كل هذه المهارات والإجراءات اللي قاعد تكسبها لهؤلاء الأفراد وتأهيل قطريا. نبي نعرف الحين ايش الاختصاصات اللي انتم استهدفتوها لتأهيلها الشباب؟ طبعا الاختصاصات تختلف، يعني احنا دائما نحب نخلي الشباب على ميولهم. يعني مثلا اللي يحب مثلا يدير مؤسسة رياضية نخليه في المجال الرياضي، اللي يحب يدرب امور رياضية وصحية نخليه في مجال الصحي. في مثلا عندنا التمكين، تمكين الشباب انه هو يؤهل شباب للتمكين، عندنا المجال الصحي، عندنا المجال الاجتماعي، عندنا خدمة المجتمع، عندنا التطوعي، عندنا الامور القيادية، كيف انك تختار شباب قيادي من مجموعة 20 أو 30 شاب نفسهم. عندنا الأمور التعديل السلوكيات، فهي أكثر من مجال. لكن في المقابل إحنا ما نحب نخلي الشاب بعيد عن المجال اللي هو متمرس فيه، اللي هو يميل له واللي يحبه. ولذلك احنا دائما دعواتنا نقول للشباب احنا نعطيك المهارات ونكسبك المهارات اللي تحتاجها، لكن الميول والابداع هذا شيء من عندك انت، بحيث انك انت تبدع في الرياضه، تبدع في التمكين، تبدع في الوطنيه، تبدع في الهويه، في التراث، اللي المجال اللي انت تحبه، خاصه اذا كان هو اصلا كان متطوع ويحب هذا المجال، فاحنا نكسب المهارات اللي من خلالها ما يعتبر انسان عادي، يعتبر انسان متميز، شاب متميز يستطيع ان ينقل هذه المهارات والسلوكيات للاخرين في المستقبل. نعم، شلون من خلال هذه المهارات اللي انتم تكسبونها من خلال الدورات والاجراءات اللي تقومون فيها كوزارة الثقافة والرياضة للشباب، شلون تشوف دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في تحقيق رؤية قطر 2030؟ طبعا ما يخفى على احد يعني تعتبر دولة قطر من الدول الفتية اللي يعتبر فيها نسبة الشباب أعلى من باقي فئات المجتمع، الطفولة وغيرها. فبالتالي أنت لو تلتفتين في أي مجال، يعني أنا ما أبي أضرب مجال معين يكون مهضم حقوق الباقين، لكن أنت روحي في أي مجال، حتى المجال الإعلامي الآن مثلا أنت الله يعطيك العافية والإخوان القائمين خلف الكواليس كلهم شباب. روحي المجال الرياضي كلهم شباب، شوفي ما شاء الله الجمعيات الثقافية واللي يكتبون في الصحف واللي يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي كلهم عبارة عن شباب. شوفي ريادة الأعمال الآن واللي يتحدث باسم ريادة الأعمال واللي يدعو للشباب لريادة الأعمال كلهم عبارة عن شباب. هذول الشباب هم اللي بيبنون في المستقبل قطر. يعني الآن قطر قد ما تبذل من فلوس وقد ما تبذل من إمكانيات وتجهيزات، إذا لم يكن هناك شباب يحمل هالأمانة من مرحلة لأخرى ما في فائدة من كل هذا. يعني أنا قد ما أمشي مثلا كيلو كيلوين 3 4، بعد الرسالة هذه لازم أوصلها 10 كيلو، لازم أسلمها أحد. هذا الأحد اللي بسلمه اللي هم الشباب، المفروض هم مؤهلين لتحمل هاي الأمانة ونقلها للشباب القادم. يعني أطفال اليوم شباب بكرة، وشباب اليوم رجال بكرة، وهكذا. فالهدف هنا صقل المواهب لدى الشباب، ان هم ينقلون هذه المهارات والسلوكيات والخبرات العمليه والعلميه للجيل القادم. فاحنا لابد من يوم من الايام بنسلم هالامانه لهم خطوه خطوه، ولذلك تسعى الوزاره الى تمكينهم بكل ما يحتاجونه، يكون يستحملون هاي الأمانة ويوصلونها بالطريقة الصحيحة. ضمن خطة تأهيل ل 65 شاب جاء ضمن احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، كان تحت شعار الشباب يصنع السلام. نعم. شلون تشوف أن الشباب القطري يقدر يشارك ويساهم في السلام وأيضا يعمل تحقيق التنمية المستدامة؟ أحسنتي. الشباب غالبا لما تكلمين كلمة شاب أو مرحلة الشباب يتبادر إلى الذهن مباشرة إنسان متهور، إنسان مندفع، إنسان مثلا ما يحترم القوانين إلى آخر. نعم. كل هذا يؤجج أو يعكس عكس السلام. السلام هو عبارة عن مثلا واحد يقول لك السلام عليكم، السلام عليكم المقصود فيها هنا أنه عبارة عن هدوء، عن استقرار، ان انت لما تشوفني تحس بالامان، اقعد معاك احسسك بالامان. قيسي ذلك على شريحه كبيره من الشباب في المجتمع. الان الشباب القطري الحمد لله سواء في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في حياته، لما تجلس معه ما تفهم هذا المفهوم المراهقه والله يزعل الناس ومتهور، لا، تحدينا دائما يحسسك بالسلام والامان والهدوء. هذا الجيل اللي يتصف بهذه الصفات من الطبيعي جدا أنه في المستقبل يكون هو أداة لتهدئة هذه الحروب اللي احنا نشوفها والمصايب اللي تصير، ويساعد فيها. بدل هو ينتقد المجتمع الآن هو يبني في المجتمع. إذا هو بدل هو يقول هذا غلط وهذا صح، هو يشوف الغلط ويصحح هذا الخطأ. نعم. السلام المطلوب خاصة مش بس في قطر، على مستوى العالم كله، أن احنا يكون عندنا شباب مؤمن أن السلام والأمان هو أول ركيز لبناء المستقبل. ما في اقتصاد ولا في ثقافة ولا في أي حاجة بعدم وجود السلام والأمان في الدولة أو في أي مكان آخر. فالشباب هو من يحمل هذه الرسالة، ولذلك ترى هذه الرسالة لا تأتي بين يوم وليلة، ما تجي بيوم واحد. صحيح أن 12 أغسطس هو اليوم العالمي للسلام، لكن اليوم العالمي للسلام يأتي حصيلة عمل سنة كاملة. الشباب لما يتعلم على الهدوء ويتعلم على السلام ونشر السلام، نشر الخير، نشر الحب. الآن الشباب لما يطلعون من قطر ويروحون إلى دول أفريقية ولا دول أخرى يساعدون الناس، إيش يعملون؟ يحسسونهم بالسلام، ان احنا اخوانكم، يحسسونهم بالامان، يحسسونهم ان في ارواح وشباب والشعب اخر يحس فيك، هذا يحسك بالطمأنينة. انت تخيل لما تكونين في عز مثلا ازمتك او في عز بعيد الشر المصايب، واحد يرفع السماعه يكلمك ويطمنك ان لا بخير ان شاء الله واحنا معاكم، هذا يسبب لك سلام داخلي راقي جدا. فلما هذا السلام يكون داخلي وراقي فطبيعي جدا انك تعاملين الناس ايضا بسلام وتنشرين هذا السلام، وهذه البذره اللي احنا نسعى فيها لكل شاب قطري انه يكون هو عباره عن بذره سلام في اي مكان يحل، في العمل، في الوظيفه، في الاسره، في المجتمع، خارج المجتمع، وهو يمثل قطر وهو يساعد الناس. دائما لما يشوف اي انسان بدون ما يعرفه يحسسه بالامان والسلام والهدوء. اكيد، وهي طبعا دور كل المؤسسات، مش وزاره الثقافه والرياضه ولكن دور كل المؤسسات اللي دائما تدعم شبابنا من اجل طبعا الوصول الى هذه المرحله. نبي نعرف دكتور عيسى شلون في تعاون بينكم وبين الوزارات الاخرى والمؤسسات والمراكز المختصه في هذا المجال، في مجال الشبابي. شوفي، المجال الشبابي يعتبر قطاع كامل، يعني احنا ما نطلب من الشباب انه يهد وظيفته ولا يهد مكانه يكون بس ينتسب لوزاره الثقافه او غيرها. احنا معنيين بالشباب في اي قطاع، سواء كان في البترول، كان في الصحه، كان في الداخلي، اي شاب في مرحلة الشباب فهو معني بالعمل الشبابي، سواء كان تطوعي، كان مبادرة، كانت فكرة، كانت جمعية. ولذلك المراكز الشبابية معظمها قد يكون في الصيف الآن صباح ومساء يعملون، لكن في الأيام العادية أغلب النشاطات تكون المساء. المسائية ليش تكون؟ أساس أنه لو أنا الصبح موظف، العصر أنا مع المراكز الشبابية. قد أكون أنا مثلا عندي يوم دوام ويوم لا، يكون موجود مع الشباب. يعني دائما نحب أن جميع المؤسسات، لأن المهارة اللي يكسبها الشيخ مثلا في أي مكان بيستفيد منها حتى في وظيفته. لما أنا أعرف أدير المؤسسات الشبابية، بعرف أدير رئيس قسم، بعرف أدير إدارة، بعرف أدير وحدة، بغض النظر إيش المسمى. إذا تعرفت شلون أتعامل مع الناس وأكسبهم، بعرف أتعامل مع زوجتي، مع عيالي، مع موظفين عندي في العمل. فهي عبارة عن مهارات يكسبها حياتية أكثر من كونها وظيفة ومطلوب مني وإلى آخر. ولذلك العمل الشبابي يتميز بالمبادرة، أني أنا أبادر في هذا العمل، يكون أكسب مهارات وأنقل هذه المهارات للآخرين. وبالتالي رواد العمل الشبابي واحد واثنين وثلاثة، فقط اثنين من وزارة الثقافة، والباقين من كل وزارات الدولة ومؤسسات والحكومية وغير الحكومية. ما في شرط أبدا وين يجينا، ما دام هو شاب يحب يبادر في خدمة الوطن فالبواب كلها مفتوحة له. أكيد، احنا طبعا ندعوهم من خلال هذه الفقرة أنهم يبادرون أيضا في المشاركة في المبادرات الخاصة، سواء كان مثل ما قلت وزارة الثقافة والرياضة أو حتى غيرها من الوزارات. المراكز مفتوحة كلها المسائية. نبي نتكلم عن دور الشباب، أو توجه لنا رسالة للشباب للمشاركة في هذه المبادرات، سواء كنا من مبادرة من الخطة التأهيلية أو غيرها من الدورات والفعاليات اللي تطرحها الوزارة. تدرين أختي، مثلا نحن لما كنا صغار شوي كنا نتمنى أن أحد يأخذ بيدنا ويعلمنا، وكنا يمكن نجرب ونغلط ونجرب ونغلط، ولغاية ما شو واحد استطاع أنه يكسب بعض المهارات في التعامل مع الآخرين، حتى أو حتى التعامل مع المؤسسات الشبابية. الآن هذه فرصة يمكن ذهبية، أن الآن ما شاء الله مثلا مبادرات رواد العمل الشبابي موجودة، مبادرات ريادة الأعمال موجودة، الفنون والثقافة موجودة. كأن المجتمع القطري يقول للشباب كلهم احنا محتاجينك في أي مجال، أصبح كجسد واحد وفي أي مجال. نعم. يعني الآن قطر ما تبغي الموظف بس موظف من الساعة 7 إلى 2 عقب ما له دور، لا، قطر محتاجتك أنت. اليوم الصبح موظف، العصر خلك كاتب في صحيفة أو مذيع في قناة أو مثلا في مركز شبابي أو حتى عندك محل تجاري وريادة أعمال، ما يمنع. فبالتالي احنا خلينا نستفيد من أدوارنا والبرامج اللي تطرح بأن يكون أنا عندي طموح أعلى من الوضع الطبيعي. يا أخي ما يمنع إذا أنت عندك خير أنك تزيد هذا الخير، عندك مهارة تزيد هذه المهارات، عندك عمل الصباح يكون عندك نشاط وتطوع المساء. ما أجمل أن الإنسان يكون طول يومه مشغول طول يومه، لما يوقف اخر الاسبوع ويشوف نفسه ويشوف الانجازات اللي عمل يقول ما شاء الله اتطوعت المكان الفلاني واشتغلت مع الفلان وساعدت كم واحد ورحت. ما اجمل ان تكون صفحتك اسبوعيه امام عينك مليئه بالاشياء الاسبوعيه اللي تنجزها، يمكن يشاهد انجازاته بنفسه ايضا ويحس هو كم قيمته في المجتمع. نعم. ايش انا قدمت لقطر؟ ايش انا اعطيت قطر؟ ايش الاشياء اللي بادرت فيها لقطر؟ هذه الفرصه رائعه. احنا نحتاج رياضي ونحتاج امام خطيب ونحتاج مذيع ونحتاج كاتب ونحتاج مسرحي وممثلين، نحتاج بكل القطاعات، وما في شيء الحمد لله يمنعك. خلك الصبح في وظيفتك والعصر عط الهبه او الموهبه اللي انت تجد روحك فيها، تجد حياتك فيها، تجد مهاراتك تقدر تبادر فيها لخدمه هذا الوطن. نعم، الدكتور عيسى الحر رئيس قسم الانشطه بوزاره الثقافه والرياضه، نشكرك على تواجدك معنا اليوم في هذه الفقره، ونتمنى المزيد من النجاح لكم ان شاء الله. وياكم، واشكركم على الاستضافه مره ثانيه وعلى التغطيه المتميزه لكل فعاليات الوزاره. الله يسلمك، ومثل ما شفنا مشاهدين الشباب لهم دور كبير جدا في تحقيق التنميه المستدامه والارتقاء بالوطن. ساهم في الارتقاء بالوطن بوقتك، في خاصه ان في مراكز مسائيه كثيره ممكن من خلالها تشارك بانشطتها. والحين نطلع معاكم فاصل ونرجع لكم، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا مع آخر فقرة من فقرات برنامجنا، راح نتكلم فيها اليوم عن ثقافة الشراء وثقافة الاستهلاك وشلون نقدر نغيرها إلى ثقافة إيجابية. معنا اليوم الخبير خبير التنمية البشرية الأستاذ مسعد الحجاجي، راح يكلمنا عن هذه الثقافة. صبح الله بالخير. صبحت الله بالنور، ويا أهلا ومرحبا. المقصود بثقافة الشراء، شلون نقدر نفرق بين ثقافة الشراء والجهل الشرائي؟ جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثقافة الشراء والجهل الشرائي لا يتفقان، فإما أن أكون ملم بقواعد الشراء الحقيقية التي توفر لي مدخرات مناسبة بين الفينة والأخرى، أو أني جاهل في عملية الشراء وأشتري كل ما تقع عليه عيني. الشراء يجعلنا نتكلم عن المستهلكين. المستهلكين عدة أنواع، عندنا المستهلك المتريث الهادي، وعندنا المستهلك المتردد، عندنا المندفع والمتهور، وكل واحد من هؤلاء له صفات. عرفنا صفات هؤلاء المستهلكين من خلال الدراسات التسويقية التي حدثت عليهم من أجل إجبارهم على الشراء. يمكن أخطرهم هو المتفاخر والمتهور، قد يكونان في نفس الدرجة من عملية الخطورة. نعم. ثقافة الشراء الحين المنتشرة بين مجموعة الناس أو المواطنين والمقيمين هي ثقافة الشراء بدون تخطيط. نبي نعرف شلون أنا أقدر أذهب إلى السوق، قبل لا أذهب تكون عندي خطة، أعرف أنا إيش أبي أشتري. طيب، أنا أبي أطرح سؤال في البداية. نعم. من هؤلاء المشترين عرف إذا الكمية التي اشتراها في الفترة السابقة انتهت بالكامل استهلاكاً أو رمي جزء منها في الخارج في سلة المهملات أو ما شابه ذلك. يمكن يكون في نسبة بسيطة يعني. قد تكون نسبة بسيطة، ولكن الغالبية العظمى لا تعلم عن كمية المشتريات التي أتلفت. نعم. وهذه كارثة، فأنا يجب أن أضع قواعد معينة من أجل قبل أن أذهب للشراء. أولاً، لماذا أشتري ومتى أشتري وكيف أشتري؟ نعم، جميل جدا. لماذا أشتري؟ نتيجة احتياج. وماذا أشتري؟ ما أنا محتاج إليه. وكيف أشتري؟ يجب علي المفاضلة بين أكثر من موقع من مواقع التسوق. نعم، هناك فرق بين مثل ما قلت أستاذ مسعد، في فرق بين ما أريده وما هو ضروري. شلون أنا أفرق بين ما أريده وما هو ضروري؟ طبعا لكل إنسان في هذه الحياة لابد أن يكون هنالك سلم أولويات. نعم. فهل ما أنا ذاهب اشترايات لشرائه يندرج تحت الأولويات أو تحت الكماليات؟ نعم. الكماليات كلنا يريدها ولكنها لا تصل إلى مرحلة الأولويات، فعلي أن أفرق هل أنا في هذا الوقت بالذات أو في هذا الوقت مناسب لشراء الكماليات أم فقط الأولويات، ومن هنا يجب علي أن أحدد ماذا أشتري. نعم، اندفاع الناس أيضا أستاذ مسعد، يعني في فترات خاصة المواسم والأعياد تلاقيهم مندفعين قبل مثلا العيد بيوم أو قبل رمضان بيوم، هل أنت تأيد أن الشخص يشتري قبلها بفترة يحدد متطلباته واحتياجاته لهذا الشهر، أو أنه بس يذهب بعد يعني قبلها بيوم مثل ما قلنا؟ لا طبعا أنا مع الأسبقية، السابقون السابقون، دائما نقول بادر بشراء احتياجاتك قبل أن يضيق عليك الوقت. عندما يضيق عليك الوقت حتى المحلات التجارية تكون قد تشبعت أو اكتفت، فلن تستطيع أن تفاصل بشكل سليم أو بشكل دقيق في عملية الأسعار، مع أنه أيضا نجد بعض المستهلكين يخجلون حتى من عملية المكاسرة في السعر أو أنه يجد في نوع من الإحراج. نعم. أوكي. ولكن يجب وضع خطة عمل تسويقية لإنهاء المستلزمات قبل الأوقات المحددة أو الضيقة لذلك. نعم. لما أنا أروح السوق، وهي أغلبية النساء يعني أعتقد أن يوافقوني الرأي أن التسوق عندهم يزيل الكآبة، أو كثير من النساء يعتقدون أن لما أنا أروح أتسوق أن الاكتئاب راح يروح، أو الحاجة إلى أن أنا أفرق في شحنات نفسية سلبية راح تروح. شلون أنا أقدر أحول الثقافة هذه، ثقافة الشراء المتعلقة أو المقرونة بالكآبة، إلى ثقافة شراء للضروريات فقط؟ في الحقيقة أنه أحياناً قد تصبح العملية الشرائية أو عملية التسوق مرض، وربما تصل إلى المرض النفسي، حيث أنه يلجأ بعض الناس للشراء للترويح عن النفس. هذه مشكلة حقيقية قد تصادف ليست نساء، قد تصادف أيضاً بعض الشباب، يعني أنه لديه القدرة المالية فهو لابد أن يذهب للتسوق، لابد أن يشعر أنه فرحان. عملية الشراء هي مغرية في حد ذاتها، بالذات في ظل تطور المنتجات والتكنولوجيا وما إلى ذلك. على سبيل المثال الموبايلات هي متطور دائم، وبالتالي هي مغرية جدا، ولكن يجب أن نعيد مراجعة النفس ونراجع لماذا أذهب للتسوق. هل عند صرف المبالغ، أنا أريد أن أصل إلى المسرفين، صرف المبالغ يشعر بالسعادة؟ لو عندي 10,000 أروح أصرفها شرط ما أرجع البيت بالمبلغ هذا أو بجزء منه. هنا نواجه، نرجو أن لا يعني نكون من المسرفين والذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. نعم، تكلمنا في الفقرة الأولى عن الإسراف وعن الاستهلاك أيضا في مشروع حفظ النعمة، وهذا أيضا مرتبط بثقافة الشراء. شلون أنا أقدر أنقل ثقافة الشراء الإيجابية لعيالنا؟ سؤال جدا ممتاز ومهم. في طبيعة الحال احنا الآن في الجيل المتسارع، وأطفال اليوم ليسوا أطفال الأمس، وأطفال الغد ليسوا أطفال اليوم. يجب علينا أن نعمل وبصورة دقيقة في تثقيفهم استهلاكيا، والتثقيف الاستهلاكي هذا لا ينصب على الأسرة فقط، ينصب على الأسرة، على المدرسة، على الإعلام، على الشركات المنتجة للألعاب. لماذا لا ننتج ألعاباً إلكترونية وهي الطاغية الآن في مستوى الأطفال والمراهقين، ويكون الفائز من وفر أكثر من مكتسباته فيها، يعملهم الادخار. هذه من بعض الأفكار. أيضاً لابد أن يصاحب التعليم المدرسي تعليمهم مهارات أيضاً الادخار. أيضاً عملية التسوق يجب أن أخذ هذا الطفل، الأسرة، دور الأسرة أن تأخذ هذا الطفل ليختار احتياجاته، ثم يعرف تكلفتها، ثم يوضع له شروط في الاستخدام من أجل أن يراعي. توضع حصالة لبعض الأطفال أو للأطفال بشكل عام، توضع حصالات، ويفضل لو وجد قدوة لهذا الطفل، ويفضل من الوالدين في عملية الادخار. شلون أنا أقدر أوفر، يعني أستاذ مسعد، شلون أقدر أوفر معلومات عن المنتج اللي أنا رايحة أشتريه؟ يعني قبل أروح أشتري شلون أنا كمستهلك أقدر أخذ هذه المعلومات؟ هل من خلال النشرات الدعائية، ولا أنا أروح وقد مثل ما قلت أفاصل على شيء، أو أروح أقرأ تاريخ الاستهلاك، تفاصيل هذا المنتج عشان يوفر علي هل أنا أقدر أشتري أو لا، أو ممكن أحصل حتى منتج نفسه ولكن بسعر أرخص. جميل جدا. في الحقيقة هناك عدة طرق لمعرفة هذا المنتج قبل الشراء. نعم. الإنترنت، وهو الدخول للمواقع الأصلية المنتجة وليست لبعض المنتديات، لأن هنالك يعني عندما أستخدم شيء سأمدحه بالمطلق، لن أظهر سلبياته. وهكذا يعني كل يريد أن يظهر حسنات ما لديه. لكن الشركات المنتجة هي مطالبة قانونا بإظهار أو الشركات المصنعة الإيجابيات والسلبيات لهذا المنتج وأضراره الجانبية إن وجدت في بعض مستحضرات التجميل أو ما إلى ذلك. ولكن ما أهم وأهم من هذا كله هو البطاقة الغذائية للمنتج الغذائي. البطاقة الغذائية هي المكونات الموجودة على السلعة نفسها. يجب أن أعرف مواصفاتها، كمية السكريات اللي فيها، النشويات، بروتينات وما إلى ذلك، تاريخ صلاحيتها مهم جدا، طريقة حفظها، درجة الحرارة، هذه موجودة في البطاقة الغذائية. لا يضر أحد لو خذيت 5 دقائق مع كل منتج، ففي الأخير الصحة والسلامة أولى من العجلة. نعم. شلون نتعامل احنا مع عملية الشراء؟ احنا قلنا ان فيه جهل شرائي. اليوم احنا في ظل هذه التقدم وتحقيق التنمية المستدامة اللي هي كانت من اهداف رؤية قطر الوطنية، شلون انا انقل هذه الثقافة، ثقافة الشراء الإيجابية للمجتمع اللي تسود فيها؟ نعم. بناء مجتمع مثقف إيجابيا في الناحية الاستهلاكية تنم او تبدأ من حيث أنه كل ما يحيط بهذا يكون إيجابي في الاستهلاك. على سبيل المثال البرامج التلفزيونية أو الإذاعية يجب أن تطرح مبادرات تحفيزية للاستهلاك. الصحافة أيضا يجب أن تنشر مقالات وتنشر تحقيقات تؤيد عملية الاستهلاك. أيضا المدارس أيضا بالتدريج راح نصل إليها. المدارس يجب أن يكون لديها أيضا مسابقات في عملية الاستهلاك. وأيضا يجب أن نشارك المجتمع إجمالا في إيجاد أفكار لعملية الاستهلاك والادخار. شلون نقضي على هذه الظاهرة، ظاهرة الجهل الشرائي وثقافة الشراء السلبية؟ شلون أنا أقدر أقضي عليه حتى وإن ما كانت كبيرة في المجتمع؟ كختام لهذه الفقرة. عملية القضاء على عملية الاستهلاك الكبير جدا أو المباشر جدا هي في رفع الثقافة الاستهلاكية الإيجابية، ووصول القناعة لكل مستهلك ألا يشتري إلا ما يحتاج إليه وفق أولويات محددة، وأولويات يعني قد نصل إلى أولويات الأولويات. كذلك مشاركة الأسرة، لو جينا على المجتمع الصغير أو المجتمع الأولي وهو الأسرة، في وضع ميزانية للاستهلاك، في ماذا تحتاج الأسرة وما لا تحتاج إليه، ما هو الآن مهم وما هو الأهم وما إلى ذلك. نعم. السيد مسعد الحجاجي مستشار التنمية البشرية والإعلام، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم في فقرتنا. أنا أشكركم وشاكر لهذه الاستضافة، وأتمنى أن نكون قدمنا الفائدة للمشاهدين الكرام. نعم. وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا مع هذه الفقرة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة غدا إن شاء الله. مع السلامة.